الخامسة من التلفزيون المصري السيدات والسادة في كل مكان، مرحبا بكم ومرحبا بك زميلتي فاطمة. مرحبا بك عمرو. السيدات والسادة أهلا بحضرتكم. بداية نشرة بالعناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بمواصلة الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن ودراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لهم. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تقترب من 22 ألف شهيد، وجيش الاحتلال يعلن تقليص عدد قواته في القطاع. الأخبار بتفصيل من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي نبيل القباج. تناول الاجتماع عددا من الموضوعات على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر، سبل التصدي للتحديات التي يواجهونها، حيث اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الخدمات المقدمة لهم بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية. كما تمت مناقشة أهمية تيسير المعاملات الخاصة بالمسنين في المؤسسات كافة، تنسيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير سبل العيش لهم بكرامة. وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصم، موجها بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، فضلا عن البدء في دراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على المستويات كافة، إيمانا بمسؤولية الدولة تجاه مواطنيها في هذه الشريحة العمرية. كما تناول الاجتماع جهود الحكومة لتعزيز الدور المجتمعي لبنك ناصر ومشروعات البنك الهادفة للتمكين الاقتصادي وتطوير المسؤولية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بطرح تمويلات لتحفيز الطلب المحلي ومنتجات مصرفية وادخارية متنوعة تلبي احتياجات العملاء مع اختلاف شرائحهم. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدفع نحو تحديث وتطوير النظم المعلوماتية والتكنولوجية للبنك وتيسير إجراءات الشمول المالي والتعامل المصرفي الإلكتروني تماشيا مع مساعي الدولة للتحول الرقمي. أطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود الحكومة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي والإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل ميكنة منظومة العمل الأهلي وتطوير الخدمات الإلكترونية لتسريع إجراءات الحصول على التصاريح والموافقات على المشروعات والمنح، تأكيدا لمساهمات المجتمع المدني الفعالة في خدمة قضايا المجتمع والمشاركة في المشروعات الوطنية ودعم تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة. ووجه الرئيس بتعزيز المكون التكنولوجي في العمل الأهلي وزيادة التدريب المقدم للكوادر ذات الصلة لمضاهاة المعايير العالمية في الاستفادة من هذا المكون، فضلا عن تيسير وإتاحة التكنولوجيا لمنظمات المجتمع المدني بما ييسر من إجراءات الحوكمة ويعظم من الاستفادة الاقتصادية والعوائد الاجتماعية لبرامج العمل الأهلي. لليوم 87 على التوالي يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 21,978 شهيدا و56,700 مصاب. كما كشفت الصحة عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء القصف الجوي والمدفعي المتواصل على القطاع، والذي استهدف المنطقة الوسطى ومحيط مسجد أبو داود في مخيم 2 بالنصيرات. بينما تواصل القصف المدفعي على محيط مناطق جباليا البلد شمال قطاع غزة وحي التفاح شرق مدينة غزة. كما شهد شرق وشمال خان يونس قصفا مدفعيا على مناطق متفرقة، حيث استشهد شخص وأصيب آخرون في قصف لمنزل قرب مسجد بلال غربي خان يونس. نجدد لكم التحية. أعلن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري أن الحرب على قطاع غزة ستستمر طيلة عام 2024. يأتي هذا على الرغم من إعلان جيش الاحتلال في وقت سابق
تسريح 5 من ألويته القتالية وبعض جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للحرب في غزة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن هذه الخطوة ستنعش الاقتصاد في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لحرب طويلة الأمد، وأضاف أن هذا سيسمح لهم باكتساب القوة قبل الأنشطة المقبلة في العام القادم. وفي هذه الأثناء يتواصل تدفق المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش الدولي تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العريش مراسل أخبار مصر محمد عبد الصبور. محمد، بعد التحية، كيف هي الحركة على المعبر حاليا وكم عدد الشاحنات التي دخلت عبر المعبر حتى الآن؟ تحياتي زميل عمرو، تحياتي فاطمة، تحياتي لمشاهدة التلفزيون المصري في كل مكان من هنا من العريش. نتحدث عن 82 شاحنة عبرت بالفعل اليوم عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، وتحديدا عبر معبر العوجة بعد خضوع 82 شاحنة لعمليات تفتيش ومراقبة من الجانب الإسرائيلي، كما عبرت أيضا 50 شاحنة من معبر رفح متجهة إلى معبر كرم أبو سالم بعد أيضا خضوعها لتفتيش من الجانب الإسرائيلي. أيضا استقبل معبر رفح 15 مصابا من والجرحى من الجانب الفلسطيني لعلاجهم في المستشفيات الموجودة سواء في العريش أو الشيخ زويد أو بئر العبد. وأيضا استقبل معبر رفح حوالي 300 من مزدوجي الجنسية ومن الأجانب. أيضا كان هناك زيارة هامة من جانب سفير فلسطين لمحافظة شمال سيناء، من خلالها اطمئن على الجرحى والمصابين وعلى الخدمات التي تقدم من الجانب المصري، كما ثمن موقف مصر وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه هذه الأحداث وتجاه قضية غزة من حيث مدى ما يتلقاه يعني الجرحى والمصابين وأهالي غزة من رعاية فائقة. وأيضا فيما يتعلق بالعالقين هنا في شمال سيناء من أهالي غزة تم تخصيص عدد من الأمارات لهم، وأيضا تخصيص عدد من الباصات لنقلهم بالمجان في كافة تحركاتهم. أيضا مطار العريش استقبل طائرة إماراتية منذ تقريبا ساعتين وتحمل على متنها 10 أطنان من المواد الطبية والمستلزمات الطبية. أيضا كما استقبل أيضا مطار العريش طائرة سعودية على متنها 24 طنا من المساعدات الغذائية والطبية، ليصل عدد إجمالي الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ بداية الأزمة وحتى الآن 362 طائرة حاملة كافة أنواع المساعدات. أيضا هناك تنسيق مستمر بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني فيما يتعلق بتوفير كافة المستلزمات وسيارات الأسعاف دخولا وخروجا من معبر رفح، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين والجرحى وأيضا لمزدوجي الجنسية. نعم، يعني هذا كل ما لدينا اليوم من مساعدات سواء من خلال معبر رفح أو أيضا من خلال مطار العريش أو أيضا من خلال أنفاق تحيا مصر، والتي يعني كانت دائما وأبدا مسارا لعبور العديد من المشاحنات والشاحنات والمساعدات الإنسانية والطبية والغذائية لأهالي غزة عبر معبر رفح. محمد عبد الصبور مراسل أخبار مصر، كنت معنا على الهواء من العريش، شكرا جزيلا لك. عودة إلى الخبر الرئيسي في نشرتنا، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم، موجها بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباش. اجتمع
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات، على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها، حيث اطلع السيد الرئيس على الخدمات المقدمة لهم بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية. كما تمت مناقشة أهمية تيسير المعاملات الخاصة بالمسنين في كافة المؤسسات وتنسيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير سبل العيش لهم بكرامة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن وتكثيف العمل على تطوير هذه البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم، موجها بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، فضلا عن البدء في دراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات إيمانا بمسؤولية الدولة تجاه مواطنيها في هذه الشريحة العمرية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا جهود الحكومة لتعزيز الدور المجتمعي لبنك ناصر ومشروعات البنك الهادفة للتمكين الاقتصادي والتوسع في قطاع التكافل وتطوير المسؤولية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بطرح تمويلات لتحفيز الطلب المحلي ومنتجات مصرفية وادخارية متنوعة لتلبي احتياجات العملاء مع اختلاف شرائحهم، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الشأن بالدفع نحو تحديث وتطوير النظم المعلوماتية والتكنولوجية للبنك وتيسير إجراءات الشمول المالي والتعامل المصرفي الإلكتروني تماشيا مع مساعي الدولة للتحول الرقمي. واطلع السيد الرئيس أيضا على جهود الحكومة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي والإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل ميكنة منظومة العمل الأهلي وتطوير الخدمات الإلكترونية لتسريع إجراءات الحصول على التصاريح والموافقات على المشروعات والمنح، تأكيدا لمساهمات المجتمع المدني الفعالة في خدمة قضايا المجتمع والمشاركة في المشروعات الوطنية ودعم تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتعزيز المكون التكنولوجي في العمل الأهلي بشكل عام وزيادة التدريب المقدم للكوادر ذات الصلة لمضاهاة المعايير العالمية في الاستفادة من هذا المكون، فضلا عن تيسير وإتاحة التكنولوجيا لمنظمات المجتمع المدني بما ييسر من إجراءات الحوكمة ويعظم من الاستفادة الاقتصادية والعوائد الاجتماعية لبرامج العمل الأهلي. دعا رئيس البرلمان العربي عادل ابن عبد الرحمن العسومي الفرقاء في السودان إلى ضرورة وقف تصعيد وحقن دماء الشعب السوداني بشكل فوري. شدد العسومي في بيان له على دعم البرلمان العربي ومساندته للسودان في الحفاظ على الأمن والاستقرار والوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الراهنة في السودان. وأكد العسومي أن السودان يمر بمرحلة عصيبة وخطيرة تتطلب تضافر الجهود العربية كافة لوقف نزيف الدم السوداني وإنجاح العملية السياسية بما يضمن تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني. كانت وزارة الخارجية السودانية جددت إدانتها لما وصفته بالجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وأكدت أن كل ممارسات هذه القوات تقتضي أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا موحدا يلزمها بالوقف غير المشروط لإطلاق النار ولكل العمليات الحربية وإخلاء المدن والقرى. وقالت الخارجية السودانية إن قوات الدعم السريع تفرض حاليا حصارا جائرا على عدد من القرى والبلدات في ولاية الجزيرة بغرض إكبار الشباب على التجنيد في صفوفها.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستكثف ضرباتها على أهداف عسكرية في أوكرانيا ردا على قصف الجيش الأوكراني على مدينة بلغراد الروسية. وصف بوتين خلال زيارة لمستشفى عسكري القصف على بلغراد الذي أوقع 24 قتيلا وأكثر من 100 جريح السبت بأنه عمل إرهابي. وأكد الرئيس الروسي أن قوات موسكو استعادت المبادرة الاستراتيجية على الجبهة الأوكرانية حيث تتقدم بصورة تدريجية بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد في الصيف. وجدد بوتين اتهامه للغرب باستخدام كييف لتسوية مشكلاته مع روسيا. يأتي هذا بعدما تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتدمير القوات الروسية التي تشن حربا على بلاده منذ حوالي عامين خلال العام الجديد 2024. وخلال كلمة زيلينسكي بمناسبة العام الجديد أكد الرئيس الأوكراني أن روسيا ستعاني خلال العام الجديد، مضيفا أن أوكرانيا سيكون لديها 1,000,000 طائرة مسيرة في ترسانتها خلال هذا العام، إضافة إلى طائرات مقاتلة من طراز F-16 يوفرها لها شركاؤها الغربيون. أكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة على أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة ودورها في تنمية المجتمع المصري. استعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة في تنفيذ المبادرة مشيرا إلى نجاح الوزارة في تأسيس وتجهيز 183 مجمعا لتقديم الخدمات الحكومية وتوصيل المرافق والعدادات ل 322 مجمعا حكوميا. وأشار آمنة إلى تدريب أكثر من 6,000 موظف لرفع مهاراتهم وكفاءتهم لتتواكب مع التكنولوجيا الحديثة. أخذ وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المصلح اجتماعا لوضع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ. وأكد المصلح أن الهدف من الاجتماع هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السلع السبع الاستراتيجية ومنظومة تداولها والإفصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجها. كما أكد المصلح أن كافة نقاط ومنافذ البيع عليها التزام بوجوبية وضع السعر على السلعة بأي طرق. اقتربت مراحل تنفيذ البنى التحتية لمحطة الحاويات متعددة الأغراض بميناء سفاجة البحري من الانتهاء. تستوعب المحطة كما هو مخطط لها قرابة 1,000,000 حاوية سنويا تحمل نحو 7 ملايين طن من البضائع. كما تعمل محطة الحاويات العملاقة على خدمة وتنمية إقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد لتزيد حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، كما تساهم مع غيرها من الموانئ المصرية التي طورتها وأنشأتها الدولة في تحقيق خطة مصر لتكون مركزا إقليميا ودوليا للتجارة واللوجستيات. نتابع. تصوير جوي أوضحت من خلاله وزارة النقل والمواصلات حجم أعمال ونسب تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجة البحري محطة سفاجة 2. يقام المشروع على مساحة 810,000 متر مربع، يبلغ طول رصيفه 1,100 متر وعمق 17 مترا. تلك البنى التحتية للميناء بلغت كلفتها الاستثمارية ما يزيد عن 3.5 مليار جنيه، أنجز منها حتى الآن حوالي 85%، وتكتمل مراحل تنفيذه بحلول إبريل 2024. والجدير بالذكر أنها نفذت بأيادي مصرية خالصة من خلال الشركات الوطنية المصرية عالمية المعايير وسرعة ودقة التنفيذ. من المخطط طبقا لتصريحات وزير النقل والمواصلات كامل الوزير أن تستوعب المحطة نحو 1,000,000 حاوية سنويا تحوي قرابة 7 ملايين طن من مختلف البضائع العامة والصب الجاف والسائل. هي محطة عملاقة بكل المقاييس أسند تشغيلها لمشغل دولي من أجل استدامة جودة الخدمة والاستفادة من إجادة وجدية إدارة القطاع الخاص المجيد بالأساس
في جذب وتعظيم الاستثمارات. إنشاء محطة الحاويات متعددة الأغراض وتطوير ميناء سفاجة يأتيان ضمن خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة كل الموانئ البحرية المصرية القديمة وإنشاء جديدة لإقامة ممرات لوجستية دولية تحقق مسعى مصر في أن تكون مركزا إقليميا وعالميا للتجارة واللوجستيات. وعلى المستوى المحلي تعد محطة حاويات وبضائع سفاجة 2 بابا واسعا لتنمية الصعيد تربط مناطق إنتاجه خصوصا تلك التعدينية مع خدمة أعمال التصدير والاستيراد ومتطلبات التنمية بإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد بالميناء، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل لأبناء الصعيد خصوصا. تساهم محطة سفاجة 2 بميناء سفاجة البحرية بحسب مسؤولين في رفع معدلات الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي ومعها حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت. نهاية الخامسة وهذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن ودراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لهم. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تقترب من 22 ألف شهيد، وجيش الاحتلال يعلن تقليص عدد قواته في القطاع. مسبير دوت جي عنواننا الإلكتروني. شكرا طيب المتابعة وإلى اللقاء في أمان الله.